زمان مفيش عروسة تتجوز في سيوة إلا وتزور وتتبارك بعين العرايس، ودي واحدة من عشرات عيون المياه الطبيعية واللي كان بيغني لها السيويين أغاني مخصوص في وقت تطهير العيون، زي ما بيغنوا للجواز والموسم جني البلح وحصاد الزيتون ونزول المطر والحج والأعياد المختلفة. عادات تقاليد سيوة كان العروسة تيجي قبل غروب الشمس بعد العصر في زي مغسلة، العروسة بتتوضى والعريس بيجي بالليل مع أصحابه كده طبلة وزمر وكده فبينزلوا في العين. بس الحاجات دي طبعا يعني لما الثقافة اتغيرت فما بقوا ايه خلاص اي عين بيروحوا بينزلوا فيها. يرجع تاريخها لقد ايه زمان؟ لا قديم، اكتر من 100 سنة. اكتر من 100 سنة بس انقرض من 30-35 سنة. هي عمقها كبير يا حاج علي. عمقها يعني يزيد من 10 متر. اكتر من 10 متر. ولكن الميه بتجري على طول، هي بتسقي الارجنين بتاعت المنطقه دي كلها. المنطقه دي بتسمى ايه منطقه طموسي. لكن شهرتها باللغه العربيه بنقول ايه عين العرايس. في كم عين اصلا في ال 226 عين، غير الابيار، غير العيون اللي طلعت الجديده، غير البير اللي هو اتحفر يدوي. ده محفور مثلا من الاف السنين، يعني مش حاجه قريبه. لان لما بنيجي بنتكلم على مثلا التاريخ بتاع سيوه هنلاقي التاريخ اللي هو القدماء المصريين، هنلاقي مثلا اليوناني والروماني، فدايما يقولوا لك هي العيون دي القدماء المصريين يا اما الرومان. من المواقع الأجنبية بتصنف سيوة ضمن أكتر 9 أماكن عزلة في العالم، وده يمكن السبب اللي خلاها حافظت على كتير من عاداتها وتقاليدها وطرازها المعماري واللغة الأمازيغية اللي بتميزها. لكن الغريب إن سيوة فقدت كتير من أغانيها التراثية. وعشان نفهم المسألة أكتر ممكن نرجع لسنة 1932 لما جت هنا الباحثة الألمانية بيرجريت شيفر وكررت الزيارة للواحة سنة 33، واستفادت من إتقانها للعامية المصرية بحكم نشأتها في اسكندرية، وعملت دراسة بيصنفها بعض الأكاديميين على إنها أعمق وأشمل ما كتب من دراسات علمية عن الموسيقى الشعبية المصرية. شيفر جمعت في وقت قليل وسجلت أكتر من 45 أغنية تراثية من سيوة. في زيارتنا للواحة حاولت أكمل جمع 15 أغنية بس معرفتش. مشهورة بالزيتون، نطلب من رب الكون الخير عليها يدوم. إيه اللي يخلي الناس تتخلى عن التراث اللي كانت بتعمله؟ ما هو عشان ما يعني هم بقوا إيه، بص الحاجة ما يتابع الشرع والدين، ما يخالف كده يبقى خلاص يبوه. انت شفت وانت صغير العرايس بتيجي هنا؟ شفتها. فاكر الاغاني اللي كانوا بيغنوها؟ حاجه واحده ليه، العروسه مثلا بعد ما بترجع من هنا بالليل بتتزين، بيبقى فيه طبق بيحط فيه العطور، الحنه والعطر والبخور والحاجات دي كلها. في كده قصيده لحد دلوقتي اسمها المناوي. المناوي بتقول لك إيه؟ صلوا يا اهل الكمال عن النبي باهي الجمال صلى الله عليه. بالعربي مش أمازيغي. بالعربي لا، ليه؟ لأن لو اتكلمنا على السيوة نرجع للغة، هترجع للغة الأمازيغية اللي هم اللي حافظوا على الكتابة، أول ناس اللي هم الطوارئ. زي مثلا تروح من هنا لحد جزر كناريا، ما تيجي مثلا الثقافة الأمازيغية هنرجع أكتر واحد من الناس بنعرفها زي مثلا عباس بن فرناس بن بطوطة طارق بن زياد، فدول من الأمازيغ. تختلف اللهجات من مكان لمكان. زي عندنا في مصر يعني هتلاقي مثلا داخل مصر فاهم، تلاقي مثلا الصعيدي الاسكندرادي البحراوي كل حاجه بتختلف. اللغه الامازيغيه برضو لها ايه، لان طبيعه المكان هو اللي بيحكم. المعلقه عجب طعنكم خرب
التراث وبنألف والالحان اللي بتشتغل عليها كلها امازيغي؟ امازيغي ودي الحان ثابته واحده؟ لا يعني مثلا دلوقتي انا عندي واحد مثلا يالف اغنيه انا هلحن الموسيقى بتاعتها. قول لي صح او غلط، ما عادش في افراح سيوي؟ لا كتير بيبقى فيها فرق سيويه. لا لا زمان كان في، بيبقى في عند البيت العريس بيبقى في فرح ثلاث ايام كلهم فيهم غنى. كلهم فيهم غنى والعريس بياخدوا زفه من العين العرايس اللي هنا دي لغايه البيت بيبقى بالسلميه والطبله. انما دلوقتي ليه؟ ايه اللي اختلف؟ قال لك عيب، ده بقول لك حرام. في ستات بتغني في سيوه؟ في ستات بتغني بس دلوقتي ما بتغنيش تاني، لان بتغني في الافراح بس يعني في مع النسوان، مع السيدات، مع الستات قصدي يعني. بتالف وبتغني يعني. هي اللي بتالف مش مصديق، هي اللي بتالف. ودول ما بيطلعوش للمجتمع، ما بيغنوش قدام العامه؟ لا ما مع نفسهم بس. من زمان نفس الوضع ده ولا اختلف؟ من زمان عالي يظهروا، من زمان خالص يظهروا، انما دلوقتي لا. انت عملت فرقتك سنه كام؟ بدات ازاي وجمعته ازاي؟ بديت اعمل فرقه تلقائيه في 98. قبل كده كنت شغال مع الله يرحمه الحق لو الحبيب. وادي انا قنصر قنقل السيم الطاول غير اقل تاقي كثر النجمه فتت والحصرى يا ناس سيوان تنزا يا ناس سيوان تنزا يا ناس سيوان تنزا قنقل سقانا مرلسا يا ناس سيوان. الآلة دي ايه بقى؟ دي ماسوره بتبقى الامونيا او نحاس، تبقى اربع خرام. بتجيبها منين الماسوره؟ ماسوره يعني مره جبت سبيدران، هي اللي هي احسن حاجه، بتبقى احسن حاجه سبيدران من القاهره. بتجيبها من القاهره؟ دي مواسير ايه اصلا؟ دي ماسوره الومنيا. بتستخدم ليه اصلا؟ في مبرد تقريبا. مبردات تكييف؟ فانت بتجيبها وبتحولها. طب الاله دي اربع اخرام؟ دي اربعه. دي امازيغي اربعه؟ امازيغي اربعه. طب وبتلعب بيها الحان كتير؟ لا هي عندها الحان محدده بقى. محدده في حاجات مش هتقولهم يعني، هتبقى ناقصه. انما الامازيغي الاصل بتاعنا بتقوله اي حاجه امازيغي بتقولها. احنا عندنا المقرونه بقى، المقرونه اللي بتكمل يعني بي. طب قول لي، دايما اعرف ان انت لو هتغني او في فرقه ما ينفعش يبقى الالتين مع بعض، يا مقرونه يا سلميه. صح كده؟ ليه بقى؟ عشان دي عندها صوت واحد. هو واحد يعني، ما بيتغيرش. المقرونه بتتغير. يعني ايه صوت واحد؟ يعني مقام واحد قصدك؟ مقام واحد. هو مقام ايه بقى اللي بتشتغل عليه؟ دي هو زياده على الله شويه يعني، زياده على الله. الموضوعات اللي بتناقشها الأغنية السيوية الأمازيغية إيه؟ أغاني مثلا عن النخيل، عن الحصاد يعني. عن الحصاد. أغاني العرس. أغاني العرس. مع اللي هي رأس الزقالة. اللي هي الرأسة اللي هي بال بتاعة الجريد. لا غيرها. غير بتاع الجريد. الأجبال جميقة طراغي الأجبال المجال دوت هو اللي جذبني ليه. ازاي بقى؟ كحبا للموسيقى يعني، بشوف الاجيال كانت اكبر مني بيغنوا بيعملوا حفلات وكده، وفي نفس الوقت يعني شغف انك تشوف حاجه لبلدك
مميزة وفريدة من نوعها. ده سيوي اللبس بتاعك ده؟ نظام الجلابية سيوي بس تطريز هو يعتبر من مرسى مطروح كده. واللفافة العمة اللي انت لابسها؟ لا ده بقى يعني اللفة هي سيوي تمام. القماشة حاجة تانية؟ بالظبط. تنفع تحلها وتلفها ولا انت ما بتكشفش يعني راسك؟ لا مش بكشفش راسي يعني بس عادي. ايوه دي اصلها. اه تمام. تلف كده؟ اه. تبقى من تحت. من تحت خالص كده. دي اللفه السيوي. دي اللفه السيوي تمام. وانت بتحب تلبس الحاجات بتاعه البلد بتاعتك؟ اه تراث. ايه اللي جذبك للايقاع تحديدا للطبله تحديدا؟ الايقاع تحديدا بص هو يعني بيديك روح من الحاجات الجميله اللي بتطلع طاقتك فيها، فانا بحبها كشغف كمان يعني. طب انتوا عندكم ايقاعات محدده للامازيغي؟ ثلاثه هما. اللي هما ايه بقى؟ هي واحده اسمها الزيدان. زيدان اه. والنيج. والنيج وعباخه بابا. ايه عباخ؟ عباخه بابا. عباخه بابا اه. دي بقى الزيدان. تمام تمام اه. واديك النيج اللي هي الفو بقى اللي احنا بنطلع بيها. اه اللي هي بتبقى الريتم العالي. عالي تمام. فن سماعي قديم كان بيمارسه أهالي سيوة بشكل اعتيادي يومي قدام البيوت على المصاطب في القيلولة وقت العصاري بداية المساء. كان هو الوسيلة الوحيدة مع الغنى للتسلية قبل ظهور التلفزيون والإنترنت. اختفت المصاطب من قدام البيوت بس عم عمران لسه بيحكي. في واحد بدوي عايش في الصحراء. البدوي ده ما حلتوش حاجة. حيلته هو ومراته عم معزة. أي حد يعدي من الصحراء عابر طريق أو داخل الصحراء بيضيفه عنده، بيحلب المعزة بدون لبن بيشرب لحد لما اشتهر في البلد كلها. لحد لما سمعوا مين بقى؟ السلطان والوزير. لبسوا الفرسان بقى مشوا لحد إيه؟ لحد لما وصلوا عنده في الخيمة. سلام عليكم سلام عليكم. قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا تضيفهم فين؟ في الخيمة. طبعاً بعد ما تضيفهم احتار. دخل بيقول لمراته بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال له ده سلطان وزير يعني ما قامهمش لبن. عامل ايه يا ربي؟ عمال احتاس يعني. المهم عمل ايه؟ راح ذبح المعزه اللي هلته. عمل لهم وليمه كبيره جدا. قعدوا اتغدوا او خدوا واجبهم ومشوا. طبعا قاعدين حاطين الراجل ومراته حاطين ايدهم على خدهم. هنعمل ايه يا ربي؟ هنعمل ايه؟ وهوبا قامت عاصفة جامدة جدا هوا خدت الخيمة طيرتها بعيد. قعدوا لا معزة ولا مأوى. قاعدين اللي هو كده. طبعا الراجل بيقول لمراته بقول لك ايه؟ نعم. ما تشد الخيمة هاتيها عشان نصبوها تاني. قالت لا انت الراجل هات الخيمة. بيشيل تراب من تحت الخيمة وهوبا انا زغرتي يا ولية. زغرت ايه؟ قال لك كنز ودخل. وهم طلعوا الذهب اللي تحت الخيمة باعوا الذهب بقى معاهم فلوس كتيره جدا. طبعا هنعمل ايه؟ نرجع مكان. رجعوا مكان الخيمه. قال لها بس بدل الخيمه هنبنوا سرايا. راح عملوا سرايا كبيره جدا. اي حد ماشي من هنا بتضيفه بجد المره. توتا توتا خلصت الحديث. نيش سميتنا عمران؟
ليش قدير ونفطناس عن غوري ان كان دقنا اقدس فتاري من نوب وتاسن دي سلن ها انت ادقن النو ادينا الترقال. انا بقول انا اسمي عمران، انا مكاني هنا فطناس، بعمل حكيات هنا جلسات حكي، فبالناس تستمتع لما بيسمعوا الحكي بتاعي. ايه هو فن الحكي؟ الحكي يعني توصيل، اي حد يحكي قصة مثلا، بس مين يوصلها؟ المهم انت عندك جمهور او عندك ناس او عندك كذا، فانت توصلها ازاي؟ انت بتمارس فن الحكي ده فين بقى؟ زمان طبعا ما كانش فيه مهرجانات ولا الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي. بيننا بين بعض لما يكون في مناسبات خاصة في الافراح. ده مثلا في المزمار او ده في الرقص او ده كذا، في ناس ما لهمش طبعا في الاعداد دي. يبقى قاعدين تجمع كبير كده، حد يحكي حكاء قصص عن زمان، قصص عن حياتنا، عيشتنا، شغلنا وكذا. قول لي الحكايات اللي انت بتحكيها وبتجيبها منين اصلا؟ الحكايات دي جبتها من ناس كبار. من ناس الكبار؟ لان انا من صغري ما بقعدش مع سني. دايما الاكبر بتاخد منه ما تديلوش. صحيح. كبار لما بيحكوا على حاجه معينه مثلا بيقولوا مثلا بكره تبقى قصص، يعني بكره ده الفتره اللي جايه يعني. صحيح. مثلا كلامنا يبقى قصص حكايات يعني، فجاء بكره بدأنا نحكوا فيه يعني. بتستقبل الناس الحكايات دي ازاي في سيوة؟ احنا فترة طويلة كان حكي قصصنا وقعدات ومساط وكده وبتاع. جت فترة طبعا اللي هو تقدمنا فيها شوية مثلا، جت تلفزيون مثلا، كان احنا بنشوف الحياة المدنية بدأت تدخل. طبعا مال كله فين بقى؟ افلام بقى، تلفزيون بقى، نسوا الحاجات دي. احنا حاولنا ان دي ما تروحش، بنعمل قعدات وحكي زي حكاية العمة قبل النوم وحكاية الغولة وحكاية كذا وحكاية. فطبعا ايه؟ قلنا ده حاجات بتندثر فعلا، فعشان كده بدأنا نحيوها. انتوا بتقولوا في الغنى السيوي على المغني الجواله. بالامازيغي احنا بنقول عليه اشعار، يعني شعر، يعني اشعار زي نظام مغني كده يعني. بالامازيغي لا، اشعار شعر. هو لازم المغني يبقى شاعر، هو اللي بيكتب الكلام اللي بيقوله. مش شرط، مش دي شرط. بتيجي على الموهبه بتاعته انه ممكن يكون هو بيالف الاغاني هو بيقولها، لكن احنا عندنا برضو ناس بتالف اغاني واحنا بنقولها يعني. طب انت اللي بتغنيه في منه بتالفه؟ لا، اللي انا غنيته كله واخد من التراث القديم. قول لي مين جمهوركم، يعني مين اللي بيستمتع بشغلكم؟ هم بس اهالي سيوة اللي بيفهموا امازيغي ولا ليكم جمهور؟ لا، اللي بيجي من بره كمان، يعني الزائر السايح اللي جاي الاجنبي المصري بيستمتع بده. يعني انا حبيت الفن السيوي ودخلت فيه وكونت فرقة. انت بدأت تغني من عندك كم سنة؟ انا دخلت المجال ده يعني حوالي دلوقتي في حوالي 13 سنة، يعني مش كتير. ايه اللي شدك، ايه اللي جذبك للحتة دي؟ الفن ذات نفسه، انا بحب اغني. يعني وانا من صغري تلاقيني قاعد كده في شغلي ممكن ادندن مع نفسي، اغني مع نفسي. طب انا لقيت الناس اللي بتطلع زمان، بتوع زمان يعني من 10 13 سنة، بقيت اطلع معاهم اوصلهم مثلا بالعربيه،
اقعد معاهم من بعيد اسمع، فحبيت الموضوع فدخلت فيه. اول حاجه حبي للموضوع ان انا اتعلم الدف، وتعلمت الدف، وبعدين شويه شويه بقيت اندمج معاهم في الغنى، حفظت كلمه في الثانيه، اغنيه في اغنيه، لغايه ما حفظت كميه اغاني. يعني ما فيش العازف يا دوبك يطلع الموسيقى وتلاقيني انا على طول يعني بنغني على طول. يعني حافظ كام أغنية أمازيغية؟ يعني من حوالي 8-9 أغاني. يعني 8-9 أغاني؟ أنت عارف أن في كاتبة ألبانية جمعت 45 أغنية سنة 32، هل ممكن نلاقي 45 أغنية دلوقتي؟ اللي بيجمع الأغاني دي زمان يعني وقت الحصاد، وقت الحصاد الناس لما بتيجي تحصد، واحد بيكون في النخلة وتاني في النخلة التانية، وهو عمالين بيحصدوا، ده بيقول كوبليه والتاني بيرد عليه بكوبليه يعني. فتجمعت بكده يعني، تجمعت الأغاني بكده يعني. احنا غنينا كم اغنيه بكذا كوبليه يعني، مش كوبليه واحد يعني. قول لي المغني الامازيغي لازم يبقى صوت حلو ولا اداء حلو؟ الاول لازم يكون الصوت طبعا، عشان تغني على السلميه وتغني على المزمار وتغني على مثلا مزمار السول، يعني لازم تكون طبقات الصوت. مش غنى وخلاص، عشان انت ممكن تتعب العازف. وانت كمان بتشتغل على طبقات عاليه. انا بشتغل معاه، على هو اللي اشتغل بيه انا بشتغل معاه، عشان هو ممكن في الغنى وهو بيعزف ممكن تتعبه ذات نفسه هو. بس الجمهور او باقي الفرقه بيرددوا معاك يعني، ده جزء اساسي من الغنى. في اغاني منفرده ان انا اغني هم يردوا. وفي لا، في اغاني هي لازم كلنا مع بعض. انت كنت بتغني وبتعزف سلميه فتره الثمانينات والسبعينات والتسعينات لحد سنه كام؟ لحد 95. لحد 95. وبعدين تركت المهنه فجاه؟ حبيت وشوفت المهنه. تركتها ليه؟ انا كبرت والناس الصغيره اللي علمناهم دول، فما ينفعش نقعد معاهم، هم كمان بيختشوا ما يشوفوني انا بكشفوا. انا يعني على اني حابعد، عشان هم 10 ولا 15 واحد، انا راجل لوحدي ما ينفعش. انت مين علمك الحكايه دي؟ اتعلمت في ليبيا سنه 73. وهو نفس السلميه دي هي موجوده في ليبيا؟ ايوه، احنا كنا سويين ياما هناك بتاع 100 واحد. كل يوم بالليل بنقعد وياهم نضربوا طبله ونمار وسلميه ونغني. قعدت اتعلم لحد ما اتعلمت سلميه. طب لما رجعت مصر عملت فرقه؟ انضمت لي فرقه في سيوة؟ انضمنا فرقه سيوة. اول ناس كان عملنا فرقه احنا يعني. كان مين في الفرقه دي من اعضائها تفتكروا؟ الناس الله يرحمه محمد مادي واسماعيل سكته وعثمان زياني وشعوبه وناس ياما. شعوبه عايش لسه بتاع راجل عجوز. فنان يعني. ايه اللي اختلف في الغنى في سيوة عن فتره السبعينات عن اختلف كتير؟ في ايه بقى؟
كل حاجة يعني زمان طبلة شكل تاني، طبلة سورية غير كده. دلوقتي الطبلة دي جابوها من مطروح. الطبلة اللي هي القديمة اللي كانت بتعمل من برميل الإيطالي. أيوه. صح كده؟ الفن مش واحد، زمان شكل ومتشكل. زمان ما بخلصش الكلمة العربية خالص. كله أمازيغي. كله أمازيغي. دلوقتي بقى خلطه. عمار زمان كان شكل، دلوقتي شكل. بس السلمية زي ما هي. السلمية هي. بس كمان في الحفلات نفسها قلت عم أحمد دلوقتي. دلوقتي قلت. زمان في الناس يعني إيه؟ بيبقى فاضل الحاجة دي. يعني زمان الفن ده بعد العصر. الروح الغيط كله إيه؟ عارف إن إحنا نعود شوية كده بعد كده نشتغلوا طبلة وزمارة وسلمية. دلوقتي ده كل الناس تطلع شغل وبتاعها مش فاضية. في خرسانات وزمان ما كانش في حاجة دي. شغل عهد الدور العصر آخرك المغرب. لكن دلوقتي يعني يصاروا طول الليل. دلوقتي يقعدوا لحد الساعة 3 هم طبالوا وزماروا. زمان آخرك بعد العشية كده لو وصلوا لحد الساعة 11 ولا كده يا نصار. كان نور هنا بيطفي الساعة 12. مين المطرب اللي كان جامد في سيوة وكان مكسر الدنيا وكان مطلوب وكان الناس بتحبه قوي؟ هو داوود وعبد الحميد. اخو داوود حبول. كنت تعملوا في عندكم احتفالات معينه في السنه بتعملوا فيها غنى عم احمد في السياحه في مولد النبي في العياد في الاعياد. كنتوا بتغنوا في النخيل وكنتوا بتغنوا في تطهير العيون وكنتوا بتغنوا النخيل ده اول ما يطلع الصبح والزيتون. أول ما طلع الصبح قال النخلة يغني يقول يا صبح يا فاتح الأرذال اللي جسمنك نال المال له بالمزرق وله بقول تعالى. تاني يرد عليه على طول. ما عادش الغنى السيو موجود في الأفراح والحفلات والأعياد ومواسم الحصاد زي زمان. قل عدد المغنيين الموسيقيين، الكبار منهم اعتزلوا والمشهورين سابوا الواحة وراحوا يمارسوا الهواية اللي بيحبوها في أماكن تانية، واللي فضل منهم اتحول لفقرة سياحية بتتقدم في الفنادق والمنتجعات للسياح والزائرين.